فرقة البحث والتدخل البيري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران وفي عملية نوعية تتمكن من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 64 سنة بخصوص قضية التزوير واستعمال المزور في بطاقات التلقيح الخاصة بفيروس كورونا كوفيد-19، التزوير واستعمال المزور في المحررات الإدارية والرسمية، الحيازة على أختام إدارية لغرض استعمالها في أعمال إجرامية، تقليد الأختام، الحيازة على معدات التزوير، الحيازة على وثائق الغير دون وجه حق النصب والاحتيال. فبعد تحقيقات معمقة وتنفيذا لتعليمات الجهات القضائية والاستصدار إذن بالتفتيش عن السيد وكيل الجمهورية لمحكمة العثمانية، كانت النتائج إيجابية وأسفرت عن الإطاحة بالشخص مع حجز 9 أختام من مختلف الأحجام والأنواع، وكذلك جهازي إعلام آلي، طابعة وسكانر، محررات إدارية ووثائق رسمية ومعدات التزوير.